الخط ده خط مستقيم، انما الخط ده بقى برضه خط مستقيم، لكن الخط ده هو اللي منحني لسبب بسيط جدا هتعرفه بعد الفاصل. السلام عليكم. عرفنا الحلقة اللي فاتت ان نيوتن قدر يحسب قوة الجاذبية، لكنه ما كانش عارف ايه هي القوة دي، ايه اللي بيخلي الاجسام البعيدة تنجذب لبعضها، فين الحبل اللي بيربطهم وبيخليهم يتشدوا لبعض. حتى قانون نفسه اللي قدر يتوقع مدارات كل الكواكب وقدر ان هو يكتشف وجود كوكب نبتون قبل حتى ما يرصدوه بالتلسكوبات، جه عند مدار كوكب عطارد وما قدرش ان هو يفسره. الحاجتين دول كانوا واقفين زي الشوكة في زور نيوتن وفي طريقة فهمه وتفسيره للجاذبية، لحد ما جه ألبرت أينشتاين سنة 1915 وقال يا جماعة نيوتن قال على الجاذبية انها قوة، لكن مفيش حد قدر ان هو يكتشف القوة دي لسبب بسيط جدا، انها مش موجودة، مفيش حاجة اسمها قوة الجاذبية. ازاي الكلام ده يا عم ألبرت؟ قال تخيل انك موجود جوه صندوق، الصندوق ده موجود في احد مناطق الفضاء السحيق، منطقة مفيهاش كواكب ولا نجوم ولا مجرات ولا اي حاجة تقدر ان هي تأثر عليك بجاذبيتها، وانت جوه الصندوق ده وماسك كورة في ايديك، مفيش جاذبية، وبالتالي انت مش حاسس بوزنك. ثانيا لو سبت الكرة من ايدك الكورة هتفضل في مكانها ومش هيتحرك لان مفيش حاجة بتشدها، وبالتالي مش هتسقط على ارضية الصندوق. تعال بقى وافترض ان في صاروخ موجود في قاعدة الصندوق ده، والصاروخ ده بيتحرك وبيحرك معاه الصندوق لفوق، وقتها انت هتبدأ تحس بوزنك، ولو سبت الكورة من ايديك هتلاقي ان الكورة بتسقط على ارضية الصندوق، وكأن الصندوق اصبح له جاذبية بشكل مفاجئ. ولو انت ما عندكش علم بوجود الصاروخ عمرك ما هتتخيل ان الصاروخ هو اللي حرك الصندوق لفوق، لكن هتتوقع ان الصندوق هو اللي له جاذبية وهي اللي حسستك بوزنك وهي اللي سقطت الكرة على الارضية، وبالتالي الشبح اللي انت بتقول عليه جاذبية ممكن في النهاية ما يطلعش جاذبية، ما يطلعش اكتر من مجرد تسارع، وانت عشان مش مدرك ان في تسارع بتقول عليه جاذبية، وبكده وارد جدا ان الارض نفسها ممكن تكون بتتسارع وانت مش مدرك التسارع ده، وبتشوف الاجسام بتسقط عليها فبتعتقد ان الارض لها جاذبية. وبكده في سؤال تاني ظهر مهم جدا وبيطرح نفسه، ايه اللي بيخلي الارض دي تتسارع، او فين القوة اللي مسؤولة عن الكلام ده؟ والسؤال ده كان لازم ألبرت أينشتاين يلاقي له اجابة، والا موضوع التسارع ده كله كان هيبقى بلح. لكن ألبرت أينشتاين ما كانش عايل سيكي ميكي ولا جديد في الشغلانة ولا هيقول كلام مرسل. ألبرت من 10 سنين تحديدا سنة 1905 اثبت ان الزمان مش شيء ثابت زي ما كان معتقد نيوتن، الزمان شيء متغير ممكن ان هو يمر بسرعة وممكن ان هو يمر ببطء، واثبت كمان ان الزمان والمكان مش حاجتين مختلفين، دول حاجة واحدة وبيكونوا هما الاثنين نسيج الكون كله موجود جواه، وان الحركة جوه النسيج ده قادر ان هي تمطه وتغير من شكله، كل ما اتحركت اسرع كل ما المط كان اكتر كل ما طولت الثانية والمتر، بمعنى تاني ان الزمن هيمر ببطء، وبالتالي كل شخص بيتحرك بيبقى له زمان ومكان مختلفين، كل ما كان اسرع كل ما الزمن مر عليه بشكل ابطا لحد ما نظريا بيوصل لسرعه الضوء، وقتها الزمن بيتوقف تماما. ولو تخطيت سرعه الضوء من المفترض انك ترجع للماضي، لكن النظريه النسبيه الخاصه اثبتت ان مستحيل الكلام ده يحصل. المشكله ان النقطه دي تحديدا كانت بتضرب جاذبيه نيوتن في مقتل اكبر بكتير من مدار كوكب عطارد ومن طبيعه قوى الجاذبيه نفسها. وفقا لكلام نيوتن عن الجاذبيه، لو الشمس اختفت مثلا من مركز المجموعه الشمسيه كل الكواكب هتتحرر من مداراتها، لان الكتله اللي كانت بتجذبها وبتخليهم ماشيين في المدار ما عادتش موجوده، والكلام ده هيحصل في التو واللحظه، يعني تاثير اختفاء الشمس هيبان بسرعة اكبر من سرعة الضوء. والنسبية الخاصة اثبتت ان مفيش حاجة تقدر انها تتخطى سرعة الضوء، وبالتالي الموضوع نفسه اصبح نقطة ضعف جديدة تضاف لطبيعة قوى الجاذبية ومدار كوكب عطارد. لكن في نقطة مهمة حابة اقولها، ان مط الزمكان ده بيحصل اثناء الحركة بسرعة ثابتة مش متغيرة، يعني مفيش تسارع. النظرية النسبية الخاصة اصلا اتسمت خاصة لانها بتدرس حالة واحدة من الحركة، وهي الحركة بسرعة ثابتة وما تعرضتش للتسارع من قريب او بعيد. يعني لو عندي جسم بيتحرك بسرعة 100 متر في الثانية، فهو المفترض هيفضل يتحرك بسرعة 100 متر في الثانية، وهي دي الحالة
اللي بتدرسها النظريه النسبيه الخاصه، وكل ما السرعه زادت كل ما الزمكان اتمط اكتر، وكل ما المسافه ما بين الثواني كبرت والوقت بقى بيمر ببطء. لكن في حاجه مهمه تانية، الزمان والمكان دول بيختلفوا ما بين الاشخاص اللي بيتحركوا بسرعات مختلفه، لكن بالنسبه للشخص نفسه الزمان والمكان دول ثابتين، مرور الثانيه الاولى عليه قد مرور الثانيه الثانيه قد مرور الثانيه الثالثه. اينشتاين قال لك طب ما يمكن اللي بيتحرك بسرعه متغيره زمانه ومكانه مختلفين عن الشخص الثابت، ومختلفين برضه بالنسبة له هو كمان. على سبيل المثال مرور الثانية الأولى عليه مش قد مرور الثانية التانية مش قد مرور الثانية التالتة، دول مختلفين. هبسطها لك، الشخص اللي بيتحرك بسرعة ثابتة ده الخط اللي بيوصف سرعته، ودي إحداثيات الزمكان بتاعه، مستقيمة لكنها ممطوطة، الثواني عنده أطول من الثواني عند الشخص الثابت لكنها قد بعضها بالنسبة له هو. إنما بقى الشخص اللي بيتحرك بسرعة متغيرة هيكون ده شكل حركته. أينشتاين قال ليه بقى ما يكونش إحداثيات الزمان والمكان بتوعه هما كمان أخدين نفس الانحناء ده؟ أو بمعنى تاني، زي ما السرعة بتتغير قيمتها الزمان والمكان هما كمان بيغيروا في قيمهم، الثانية الأولى مش قد الثانية ولا قد الثالثة. معنى الكلام ده إن زي ما كانت السرعة الثابتة بتمط الزمكان فالسرعة المتغيرة بتتنين، والانحناء ده ناتج من تغير السرعة، وهقولك إزاي. السرعة الثابتة بتمط نسيج الزمكان بمعدلات ثابتة، وبالتالي السرعة المتغيرة هتمط نسيج الزمكان بمعدلات متغيرة، والمعدلات المتغيرة للمط دي هي بقى اللي بينتج عنها الانحناء. وإذا كان التسارع أو تغير السرعة بيتني الزمكان، فالمفروض إن الزمكان المتني هيسبب تسارع، بديهي جدا. وبكده بقى عندنا مجموعة من المعطيات كلها بتأدي لنتيجة واحدة. نيوتن ما قدرش يعرف ايه هي قوى الجاذبية، واينشتاين ما قدرش يفرق في تجربة الصندوق ما بين الجاذبية والتسارع الناتج عن الصاروخ، وبعد كده استنتج ان التسارع نفسه عبارة عن انحناء في نسيج الزمكان، والجاذبية نفسها بتخلي الاجسام تتسارع وهي بتسقط زي ما قال نيوتن وجاليليو. ويبقى كده الجاذبية ما هي الا تسارع، والتسارع ما هو الا انحناء لنسيج الزمكان، يعني الجاذبية عبارة عن انحناء في نسيج الزمكان. وده بالظبط اللي بيفسر ليه نيوتن ما قدرش يعرف ايه هي طبيعة قوى الجاذبية، لان زي ما قلنا الجاذبية ما هي الا عبارة عن انحناء لنسيج الزمكان، والانحناء ده هو اللي بيخلي الاجسام بتتسارع وهي بتسقط، وبالتالي احنا شفنا التسارع ده وقلنا عليه جاذبية. وطبعا الفكرة دي كانت في منتهى الغرابة، والمشكلة الاكبر انها كانت بتؤدي لتبعات ونتائج اغرب منها. التسارع اللي بتشوفه لما الاجسام بتسقط في الحقيقة ما هوش تسارع، دي اجسام بتسقط بسرعة ثابتة على نسيج زمكان منحني بتختلف فيه قيم الثواني والامطار، وبالتالي انت بتعتقد ان الاجسام بتتسارع، زي بالظبط لما يكون في شخص واقف على تريدميل بيتحرك وانت ما انتش شايف التريدميل اللي بيتحرك، فهتعتقد ان الشخص هو اللي بيتحرك. بس خد بالك بقى ان كده وفقا لكلام ألبرت أينشتاين ان عملية السقوط هي عبارة عن حركة للأجسام بسرعة ثابتة على نسيج زمكان منحني. وخد بالك من سرعة ثابتة دي، لأن نيوتن وجاليليو قالوا إن الأجسام اللي بتتحرك بسرعة ثابتة ما بتحتاجش القوة، الجسم اللي بيتحرك بسرعة ثابتة هيفضل يتحرك إلى ما لا نهاية ما دام مفيش حاجة هتوقفه، وبالتالي مفيش مبرر فعلا لوجود حاجة اسمها قوى الجاذبية، دي عملية بتحصل بشكل طبيعي جدا بالقصور الذاتي. لكن لحظة، عملية السقوط اللي بسرعة ثابتة دي بتحصل على نسيج زمكان منحني، يعني الجسم حتى لو بيتحرك بسرعه ثابته فهو بيغير اتجاهه، وما دام غير اتجاهه يبقى غير من وضعه وما عادش قاصر وهيحتاج لقوه، وبالتالي الجاذبيه هتبقى محتاجه القوه. لكن هنا ألبرت أينشتاين وقف وقال جمله غريبه جدا، قال يا جماعه الخط المنحني في الحاله دي هو خط مستقيم. لكن قبل ما تعرف ألبرت أينشتاين كان يقصد ايه، لازم اقول لك ان في الفترة دي اتحلت اكبر معضلة واجهت اعظم عقول في علم الرياضيات، والمعضلة دي كانت استمرت لمدة 2000 سنة مش لاقيين لها حل. اقليدس ابو الهندسة وامها كمان لو تحب، الراجل اللي عاش في اسكندرية واسس علم الهندسة اللي سموه اصلا على اسمه بالهندسة الاقليدية، الراجل ده أسس علم الهندسة على 5 قواعد سماهم بالمسلمات، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم عشان نبدأ نهندس يعني لازم كلنا نبقى متفقين على 5 نقط دي. أولا، لأي نقطتين في خط مستقيم واحد فقط بيمر بيهم وما ينفعش يترسم غيره. ثانيا، القطعة المستقيمة يمكن مدها من الطرفين إلى ما لا نهاية. ثالثا، طرف القطعة المستقيمة يصلح انه يكون مركز دايرة. رابعا، الزوايا القايمة كلها متطابقة.
خامسا اذا قطع مستقيم مستقيمين وكانت الزوايا الداخلية مش 180 درجة في المستقيمين دول هيتلاقوا. اما بقى لو 180 درجة او زوايا قايمة فهيفضلوا متوازيين الى ما لا نهاية وعمرهم ما هيتلاقوا. كل الكلام ده حلو وجميل وانا بصراحة مش بصدد شرحه في الفيديو ده، لكن حابب اقولك ان الاربع مسلمات الاولى تم اثباتهم، لكن المسلمة الخامسة فضلت اكتر من 2000 سنة محيرة اكبر عقول في الرياضيات ومحدش قدر ان هو يثبتها، لحد ما جه عالم الرياضيات فاركوس بولياي. وطبعا هتفتكر عشان انا قلت اسمه يعني ان هو اللي حلها، لكن للأسف الراجل ده ما حلهاش ولا حاجة، لكنه افنى عمره كله يحاول يحلها وللأسف ما وصلش الحل. الراجل ده من كتر الاحباط اللي وصل له قال لابنه يانوش بولياي اللي هو برضو كان عالم الرياضيات، قال له انفت بجلدك وما تحاولش تثبتها، اكيد المسلمة دي غلط. وقد كان ابنه يانوش بدل ما يفكر يثبت صحة المسلمة فكر يثبت انها غلط. وطبعا انك تفكر في حاجة زي دي موضوع مش سهل تماما. في اتنين تحديدا في تاريخ العلوم كان صعب جدا حد يطلع يقول ان هم غلطانين، كان هيتشتم ويتهاجم ويتشوه ويتمسح بالبلاط كمان، اقليدس في الهندسة وارسطو في اي حاجة هو قالها. المهم ان يانوش بولياي وعالم تاني اسمه نيكولاي لوبوتشفسكي قرروا ان هم ياخدوا الخطوة دي بقلب جامد. قالوا يا جماعة احنا هنديكوا كورة وراجل اللي يرسم لنا عليها خط مستقيم. طبعا كان مستحيل الكلام ده يحصل لان كل حتة في سطح الكورة منحنية، لكنك لو الشيطان وزك مثلا وحاولت انك تمشي على استقامتك على سطح الكورة هتلاقي انك في النهاية بتمشي في خط منحني. في الحالة دي بس تقدر تقول على الخط المنحني ان هو خط مستقيم، ولكن بشروط. الخط المستقيم هو اقصر مسافة ما بين نقطتين، واقصر مسافة ما بين نقطتين على سطح الكورة هو الخط المنحنى اللي المستوى اللي هو موجود فيه بيمر بمركز الدايرة، او المنحنى اللي بيبقى جزء من اكبر دايرة موجودة على سطح الكورة اللي بيسموها الدايرة العظمى، مش اي دايرة تانية. يعني المنحنى ده مش خط مستقيم ولا المنحنى ده خط مستقيم، لكن المنحنى ده عبارة عن خط مستقيم لانه بيمر بمركز الكورة وبيبقى جزء من اكبر دايرة موجودة على سطح الكورة او اللي اسمها الدايرة العظمى. وبالتالي انا بقى كده معايا عدد لا نهائي من الخطوط المستقيمة اللي كلها بتعمل زوايا قايمة لما بتتقاطع مع خط الاستواء، في نفس الوقت كلها بتتلاقى عند الاقطاب. يعني الخط المنحني طلع خط مستقيم، وطلع كمان ان الخطين المستقيمين المتوازيين اللي بيقطعهم قاطع ومجموع زواياهم الداخلية 180 درجة مش متوازيين الى ما لا نهاية، دول بيتلاقوا. ده غير انه مطلعش انك تقدر ترسم خط مستقيم واحد فقط بيمر ما بين نقطتين. لو جيت تبص عند الاقطاب هتلاقي ان هم عبارة عن نقطتين، ومع ذلك بيمر بيهم عدد لا نهائي من الخطوط المستقيمة. لقوا كمان مجموع زوايا المثلث اللي انت اخدتها طول حياتك ان هي 180 درجة على سطح الكورة طلعت اكبر من 180 درجة اذا كان الزاويتين الداخليتين دول بس 180 درجة. الكلام ده كله على سطح كورة، ما بالك بقى لو جيت تشوف قمة زي دي هتلاقي ان الخطوط دي كلها خطوط مستقيمة رغم انها احيانا بتلف حوالين نفسها. في نفس الوقت لو جيت تدرس الهندسة على اسطح منحنية تانية ولكن الانحناء بتاعها للداخل مش للخارج، هتلاقي ان الخطوط المستقيمة اللي بيقطعها قاطع بيبعدوا عن بعض، وان مجموع زوايا المثلث اقل من 180 درجة. وبالتالي بقى عندي كده انواع تانية من الهندسة بتعتمد على شكل السطح اللي بتترسم عليه. الهندسة دي سموها الهندسة الغير اقليدية. وفي كل الاحوال بقت الفكرة القديمة والتقليدية عن الخط المستقيم غير صالحة، وبقيت محتاج تعريف يقدر يعرفني الخط المستقيم في حالة ان هو موجود على اي سطح. تعريف اقدر اكشف بيه عن الخط المستقيم حتى لو باين قدامي ان هو منحني. وقد كان علماء الرياضيات قالوا ان الخط المنحني ينفع يتقال عليه ان هو خط مستقيم في حالة ان انا جيت وجبت متجه وخليته مماس للخط المنحني ده وحركته على امتداد الخط المنحني وفضل المتجه ده مماس للخط المنحني بشكل دائم، بشرط واحد ان المتجه ده ما يلفش مني وانا بحركه. على سبيل المثال دول خطين وعايز اعرف مين فيهم المستقيم ومين فيهم المنحني. كل اللي هتعمله هات متجه خليه مماس للخط وحركه بدون ما يلف على الخط، هتلاقي انه في اخر الخط فضل مماس، يبقى كده الخط ده خط مستقيم. تعال بقى على التاني وكرر نفس العملية، هات المتجه وخليه مماس للخط وحركه بدون ما يلف، هتلاقي انه في نهاية الخط
ان المتجه ما عادش مماس للخط تماما، يبقى كده الخط ده منحني. بس هو في حاجه، ان الخط المستقيم الاول ده خط مستقيم واضح جدا مش محتاج مجهود. فتعالوا بقى نجرب على حاجه تكون اصعب. هنجيب خطين المره دي والاثنين منحنيين من وجهه نظر الهندسه الاقليديه. حرك المتجه بشكل مماس على الخط الاول، هتلاقي ان المتجه هيفضل مماس ليه على امتداده. ان بقى المتجه على الخط الثاني، هتلاقي ان المتجه ما عادش مماس في نهايه المنحنى، وبالتالي هو ده اللي منحني بشكل فعلي ومش مستقيم. انا عارف ان الجمل دي كفيله انها تعبث بافكارك، ولكن هي ما ينفعش تتقال غير كده. وبرضه عشان تتاكد بنفسك من الموضوع ده، هات كوره واعتبر ان الكره دي هي الكره الارضيه. المفروض ان خط الاستواء ده دايره عظمى وموجود في مستوى بيمر بمركز الكوره، وبالتالي هو خط مستقيم. مدار الجدي بقى مش دايره عظمى لانه مش موجود في المستوى اللي بيمر بمركز الكوره، وبالتالي ده خط منحني. انقل مدار الجدي على ورقه، هتلاقي ان الورقه لازم تتعمل على شكل مخروط. خد المخروط وافرده، وهات متجه واعمله مماس لاول المخروط ده، او بمعنى تاني الزاوية ما بين المتجه وما بين المخروط بتساوي صفر. بعد كده حرك المتجه لحد ما توصل لنهاية المخروط، هتلاقي ان المتجه نفسه ما عادش مماس للمخروط، او اختلفت الزاوية ما بينه وما بين المخروط. وبالتالي طبقا لتعريفنا كده مدار الجدي مش خط مستقيم. كرر نفس العملية على خط الاستواء، هتلاقي ان خط الاستواء محتاج يتنقل على اسطوانة. خد الاسطوانة وافردها، هتلاقي ان الخط اصبح شبه المستقيم التقليدي بالظبط. لكن زيادة في التأكيد، هات المتجه وحطه مماس لاول الخط وحركه لنهاية الخط، هتلاقي ان المتجه بيفضل مماس زي ما هو. وبالتالي خط الاستواء هنا خط مستقيم طبقا لتعريفنا. المهم ان هندسة المنحنيات او الهندسة الغير اقليدية هي دي كانت القاعدة اللي اتبنت عليها النسبية العامة. اينشتاين قال ان الخطوط المنحنية دي هي خطوط مستقيمة، وبالتالي الاجسام بتتحرك عليها بشكل طبيعي جدا بدون ما تحتاج لقوة، لانها ما بتغيرش اتجاهها، ده خط مستقيم زي المستقيم التقليدي بالظبط. وهنا في سؤال طرح نفسه، ايه يا عم ألبرت اللي بيخلي النسيج نفسه ينحني؟ ايه سبب الانحناء ده؟ قال ان نيوتن كان معتقد ان الكتل بتنجذب لبعضها، لكن في الحقيقة الكتل دي بتتني النسيج، ونتيجة للانحناء ده الاجسام بتتحرك عليه في خطوط مستقيمة ويبان ان هي بتسقط، وهو ده سبب الجاذبية. وخد بالك ان الانحناء ده الاجسام مش بتسقط فيه، وإلا كده برضو انت هتبقى محتاج لجاذبية. انا عايزك تفهم ان الانحناء ده مسار مستقيم زيه بالظبط زي المسار المستقيم التقليدي اللي بيتحرك عليه الجسم، ما بيحتاجش القوة. انت لو جيت وقعت من على ارتفاع مثلا، ما بتحسش بأي قوة بتأثر عليك، انت بتتحرك على زمكان منحني، والزمكان المنحني ده المسار المستقيم بالنسبة لك. اي مسار غير المسار ده هو اللي هيحتاج لقوة عشان تتحرك فيه، لانك في الحالة دي هتبقى محتاج تغير اتجاهك عن الخط المستقيم. القمر وهو بيدور حوالين الارض برضو بيتحرك في خط مستقيم زي خط الاستواء بالظبط. كل المستقيمات اللي شكلها غريب دي نتجت بسبب انحناء الزمكان اللي سببه كتلة الارض. بس حتى موضوع الكتلة ده اينشتاين جه وقف عنده شوية. من 10 سنين فاتوا تحديدا سنة 1905، وقت ما ألبرت اينشتاين عمل النظرية النسبية الخاصة، اثبت وقتها ان الكتلة ما هي في الاساس الا طاقة، وعمل المعادلة المشهورة اللي كلنا عارفينها، E بتساوي MC سكوير، او الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، ومنها الكتلة بتساوي الطاقة على مربع سرعة الضوء، بمعنى ان الكتلة ما هي في النهاية الا طاقة. وهنبقى بعد كده نتكلم عن المعادلة دي بشكل تفصيلي اكتر، لكن خلوها في حلقة مفصلة. المهم ان كده ألبرت اينشتاين بيقول ان مش الكتل هي اللي بتتني النسيج، ده الطاقة هي اللي بتتني النسيج. جاذبية نيوتن كانت معتمدة على الكتل، وبالتالي حاجة ملهاش كتلة زي الضوء مثلا، لو مرت بمكان في كتلة تقيلة زي الأرض مثلا، هتمر على الأرض بدون ما تحس بيها، هتمر في مسار مستقيم تقليدي عادي جدا. لكن جاذبية اينشتاين اعتمدت على الطاقة وعلى انحناء الزمكان، وبالتالي الضوء صحيح ملوش كتلة لكن له طاقة، ولو مر على الأرض هياخد المسار المنحني اللي سببته الارض. وبقى كده فاضل اننا نثبت ان الضوء فعلا بياخد المسار المنحني، عشان نقدر نقول ان اينشتاين كلامه مظبوط وان نسبيته العامه صحيحه. وبالفعل بعد 4 سنين تم رصد انحناء الضوء نتيجه لتاثره بجاذبيه الشمس، اللي هي في الحقيقه
انحناء الزمكان الناتج عن كتلة الشمس اللي هي في الحقيقة برضو طاقة الشمس. والكلام ده تم أثناء الكسوف اللي حصل سنة 1919، ودي كانت النبوءة الوحيدة اللي اتحققت في حياة أينشتاين، واللي هنتكلم عنها بالتفصيل هي وباقي النبوءات في حلقة منفصلة. وبالتالي كده الجاذبية بتعتمد على مدى الانحناء، كل ما كان الانحناء أكبر كل ما كانت الجاذبية أكتر. يعني لو قدرت أعرف مدى الانحناء هقدر أعرف بالضبط مقدار الجاذبية، أو بمعنى أدق هقدر أعرف شكل حركة الأجسام على نسيج الزمكان المنحني، لأن زي ما قلنا مفيش حاجة اسمها جاذبية. طب الكلام ده يتحدد إزاي يا عم ألبرت؟ قال سهلة، فاكرين المتجه اللي كان بيعرفنا الخط المنحني منحني ولا مستقيم؟ هو نفس المتجه اللي هيعرفنا المرة دي شكل السطح. بس الفكرة هنا إننا هنطبق الكلام ده مش على خط، ده على مساحة. كل الموضوع إننا هنشوف الزاوية اللي بيتغيرها المتجه لما بنحركه على سطح إحنا مش عارفين السطح ده مستقيم ولا منحني. لو أنا جيت وجبت متجه وحركته على سطح مستوي ورجعته لمكانه تاني هيرجع زي ما هو بالظبط بدون أي تغيير. لكن لو جيت وحركت المتجه ده على سطح منحني ورجعته لمكانه هلاقي إنه مال بزاوية عن اتجاهه الأصلي. وكل ما كبرت المساحة وكل ما زاد الانحناء كل ما الزاوية اختلفت بشكل أكبر. يعني من المساحة اللي بيتحرك عليها المتجه ومن الزاوية اللي اتغيرها المتجه نفسه هقدر أعرف مقدار الانحناء للسطح اللي أنا بدرسه، ومن مقدار الانحناء ده هقدر أعرف مقدار الجاذبية قد إيه، أو بشكل صحيح هقدر أتوقع حركة الأجسام على النسيج المنحني ده. أينشتاين لخص كل الكلام ده في معادلة قدر يحسب بيها مقدار الانحناء الناتج عن وجود طاقة. نص المعادلة اليمين بيحسب مقدار الطاقة، ونص المعادلة الشمال بيحسب مقدار الانحناء الناتج عن وجود الطاقة دي. وكملخص لكل الرياضيات اللي موجودة في المعادلة تقدر تقول ان الكتلة بتعرف نسيج الزمكان ازاي ينحني، ونسيج الزمكان المنحني بيعرف الاجسام ازاي تتحرك عليه. لكن عشان اشرح لك الرياضيات اللي موجودة في المعادلة وعرفك المعادلة دي جت منين، فغالبا انا هبقى محتاج حلقتين، كل حلقة فيهم ساعة، وبعد ما الحلقتين يخلصوا انت غالبا مش هتفهم حاجة وهتكرهني وهتعمل انسبسكرايب، فيعني خلينا حبايبي احسن. طبعا لو اخدت بالك هتلاقي ان انا طول الحلقة بتكلم عن نسيج الزمكان على انه نسيج مكان فقط، وتجاهلت ان هو نسيج زمن هو كمان. يعني لما جيت افسر لك الجاذبية قلت لك ان الاجسام بتتحرك على نسيج منحني، لكن ما قلتلكش ان الاجسام بتسقط ناحية مستقبلها وانها بتروح للعمر الاطول، او المكان ان الوقت فيه هيمر بشكل ابطا. وده لسبب بسيط جدا، ان الكلام ده جزء من الكلام اللي انا هقوله الحلقة الجاية. فبكل هدوء كده تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناة، تفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة تنزل. سلام.